النشرة الجوية تأتيكم بالاشتراك مع أمنية. المناصير للزيوت والمحروقات. مجمع الملك الحسين للأعمال. متابعينا الكرام في الأردن، أسعد الله أوقاتكم بكل خير. إليكم نشرة الأحوال الجوية الرئيسية. تحرك المنخفض الجوي عبر آخر صور الأقمار الصناعية، يمكننا ملاحظة ذلك، مبتعدا عن المنطقة، وأصبح يتمركز تقريبا إلى الشمال من الأراضي العراقية، وهو بعيد أصبح نسبيا، مما أدى إلى أن الطقس أصبح أكثر استقرارا. بعض السحب والغيوم ما زالت تتدفق من المنطقة الشرقية للبحر الأبيض المتوسط، ولكن بكميات قليلة إجمالا. وكما نلاحظ إذن بدء يعني نقصان هذه السحب والغيوم بشكل عام فوق المملكة، وهذا ما هو متوقع خلال يعني الأيام القادمة. عبر خرائط الضغط الجوي نشاهد بأن المملكة انهار هذا اليوم كانت تتأثر ببقايا تأثير الكتلة الهوائية الباردة، و اعتبارا من يوم غد الثلاثاء، هذه خريطة يوم الثلاثاء، نلاحظ اقتراب ما يسمى بامتداد لمرتفع جوي نحو الأراضي السورية، وبدء تأثر المملكة بامتداد لمنخفض البحر الأحمر الذي بدوره كما سنلاحظ يوم الأربعاء سيعمل على نشاط كبير في سرعة الرياح الجنوبية الشرقية، وذلك نتيجة تعمق هذا المرتفع المنخفض عفوا الجوي منخفض البحر الأحمر نحو الشمال، ودخول أكثر لهذا المرتفع الجوي باتجاه الأراضي العراقية. هذا الفرق، دخول المرتفع نحو الأراضي العراقية واندفاع منخفض البحر الأحمر نحو الشمال، سيعمل على نشاط واضح في سرعة الرياح يوم الأربعاء وحتى يوم الخميس. ولكن هذه الرياح تزيد من الإحساس بالبرودة نظرا لأنها جافة وذات رطوبة أقل، وبالتالي سنشعر أنها تزيد من الإحساس بالبرودة خاصة في ساعات الليل بشكل عام. لكن هذه الليلة هناك توقعات مع رحيل المنخفض الجوي وهدوء واستقرار الأجواء بتشكل الضباب في بعض المناطق. حسب آخر القراءات العددية هذه المناطق تتوقع أن تشهد تشكلا كما نلاحظ للضباب خلال ساعات هذه الليلة، يعني مع دخولنا مع ساعة فجر يوم الثلاثاء هذه المناطق تحديدا متوقع أن تشهد ضباب، أي أنها الطريق الصحراوي المؤدي إلى المناطق الجنوبية ربما يشهد ضبابا يعيق من مدى الرؤية الأفقية. أيضا بالإضافة إلى منطقة مطار الملكة علياء الدولي هناك توقع بتدني مدى الرؤية الأفقية وتشكل الضباب في ساعات الليل المتأخرة وفجر يوم الثلاثاء، بالإضافة إلى بعض أجزاء المناطق الصحراوية الشرقية مناطق البادية ربما تشهد تشكلا للضباب خلال ساعات هذه الليلة بمشيئة الله تعالى، أو بالأحرى فجر يوم الثلاثاء بمشيئة الله تعالى. بالنسبة للأحوال الجوية المتوقعة هذه الليلة بعموم مناطق المملكة، يبقى الطقس مستقرا أو يتحول أكثر استقرارا مع ظهور كميات من السحب والغيوم وأجواء غائمة جزئيا. ارتفاع في نسب الرطوبة تسجل في العاصمة عمان 92%، وبالتالي الطقس رطب لكنه بارد نسبيا، درجة الحرارة الصغرى هذه الليلة 11 درجة مئوية. ومن المتوقع نهار أو فجر يوم الثلاثاء أن يتشكل الضباب في المناطق التي أشرنا إليها. نهار يوم غد الثلاثاء يتوقع أن يميل الطقس الاستقرار، يطرأ ارتفاع على درجات الحرارة، تبقى درجات الحرارة دون المعدلات المعتادلة مثل هذا الوقت من العام. الطقس سيكون خليفي مائل للبرودة في أغلب المناطق، ربما نستطيع التعبير أن نقول أنه معتدل الحرارة في مناطق الأغوار والبحر الميت وخليج العقبة. تظهر بعض السحب على ارتفاعات مختلفة بمشيئة الله تعالى. دعونا نتعرف على درجات الحرارة المتوقعة غدا والصغرى ليلة الثلاثاء على الأربعاء. نبدأ من إربد شمال من 21 إلى 12، في عجلون من 19 إلى 11، وفي جرش من 21 إلى 13، أما في المفرق من 19 إلى 10 درجات مئوية. المناطق الوسطى بما فيها العاصمة عمان 18 إلى 11، البحر الميت 25 إلى 16، أما في البلقاء في مادب عفوا من 20 إلى 10، في البلقاء من 19 إلى 14، وفي الزرقاء من 20 إلى 11 درجة مئوية. المناطق الجنوبية من المملكة في معان 18 إلى 8، نلاحظ تدني درجات حرارة في المناطق المكشوفة والمفتوحة ومناطق البادية في ساعات الليل. الطفيلة من 16 إلى 12، في الكرك من 18 إلى 9 درجات مئوية، وفي جبال الشرع من 16 إلى 11، في حين الطقس مغير تماما في خليج العقبة، ترتفع العظمى إلى 28 درجة مئوية والصغرى في ساعات الليل 18 درجة مئوية. المناطق الشرقية من المملكة في الرويشت من 19 إلى 8، في الصفاوي من 21 إلى 9، وفي الأزرق من 22 إلى 10 درجات مئوية في ساعات الليل. الأحوال الجوية متوقعة خلال الثلاث أيام القادمة.
إذن يوم الثلاثاء من 18 إلى 11 تنشط الرياح يوم الأربعاء، تصبح الرياح نشطة قد تثير الأتربة والرمال لكن تزيد من الشعور بالبرودة، والعظمى تكون 18 الصغرى 12 درجة مئوية. يوم الخميس الأجواء تكون تستمر على ما هي عليه، نشاط في سرعة الرياح الجنوبية الشرقية قد تثير الأتربة، تزيد من الإحساس في البرودة وتكون العظمى 19 درجة مئوية والصغرى 14 في ساعات الليل، ولكن تخف سرعة الرياح مع ساعات مساء يوم الخميس. قبل الختام هناك تنبيه بشأن تدني مدى الرؤية الأفقية متوقع في ساعات فجر يوم الثلاثاء وصباح يوم الثلاثاء على الطريق الصحراوي وكذلك المنطقة المجاورة لمنطقة مطار الملك عليا ومنطقة زيزيا، ضرورة الانتباه أثناء القيادة في تلك المناطق بحذر بسبب تدني مدى الرؤية الأفقية. دمتم بخير، إلى اللقاء.